مشاركة دارش السلمي والعمل الخيري في معرض دهاد، معرض دبي الدولي للتطوير الإغاثة، مشاركة سنوية في هذا الحدث الهام المعني بقطاع العمل الإنساني والعمل الإغاثي. طبعا دارش السلمي والعمل الخيري معنية بالإشراف على العمل الخيري والإنساني في معرض دبي من خلال ترخيص والإشراف والمتابعة للمؤسسات الخيرية، وأيضا تقديم الدعم اللازم لها. ولعل من أبرز البرامج التي تم عرضها في معرض دهاد لهذا العام مشروع إمارات الخير، وهذا المشروع معني بتنظيم العمل بين المؤسسات الخيرية من خلال أنظمة إلكترونية وإدارية متكاملة، بحيث تعمل هذه المؤسسات الخيرية كمنظومة ومؤسسية واحدة وبتناغم فيما بينها. البرنامج يتكون من 20 نظام إلكتروني، نظام مالي ونظام مشاريع وكفالات وأيتام وغيره، بحيث في النهاية تكون حصيلة هذا العمل تضمن عدم ازدواجية المساعدات وتقديم قيمة مضافة للمتبرع والمستفيد أيضا، وأيضا تقديم إحصائيات دقيقة عن العمل الخيري والإنساني في معرض دبي. معرض دهاد هو حدث عالمي سنوي إنساني في المنطقة وعلى مستوى العالم، وأعتقد أنها فرصة مثالية لتلاقي صناع القرار والمعنيين بالعمل الإنساني والإغاثي، بالإضافة إلى الشركات العاملة في هذا القطاع. معرض متميز تكرره كل سنة يعد إضافة لمنظومة العمل الإنساني، وأيضا لا شك أن المعارض التي تنظمها وتقام في معرض دبي لا شك أنها معارض متميزة، ما تقدم من خدمات وبنى تحتية قوية تسهل على العارضين والزائرين مهامهم. شو المادة اللي بدأت فيه العمل على مشروع إمارات الخير؟ مشروع إمارات الخير تكون من عدة مراحل، ثلاث مراحل. بدأ إطلاقه في عام 2013 وتم الانتهاء منه في نهاية عام 2014، والمستهدف منه أكثر من 20 مؤسسة إنسانية وخيرية في معرض دبي. هل معرض دهاد هو أول مكان أطلقت فيه عرفت فيه عن بواب إمارات الخير ولا لا؟ تم إطلاقه مسبقا؟ تم إطلاقه في معرض جايتكس المشروع، ولكن باكتماله تم إطلاق المرحلة النهائية في معرض دهاد. ما في شك، دارش الإسلامي العمل الخيري دائرة تتبع حكومة دبي ومساندة وداعمة لجهود المنظمين والعارضين في معرض دهاد.